رأيك كيف برونو شافيو؟ لا مش شايفه صفقة كبيرة، لا يعني مش ده النادي الأهلي، أو مش ده برازيل اللي احنا كنا مستنيينه يعني إن يجي النادي الأهلي، خصوصا إن كان في فترات قبل كده كان اللعيبة بتيجي مش مميزة، فقلنا لا خلاص اللي هيجي أكيد الناس حست بالموضوع، فاللي هيجي هيبقى مميز. أنا مش شايفه يعني، مش شايفه يعني زي الناس يعني، هو ما بيعملش حتى اللي عبد القادر بيعمله. عبد القادر مميز عنه في واحد على واحد بصراحة.